عليكم يا أبطال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوكم يا حلوين؟ كنا بخير وفرحانين. أبطال الحلوين، تتذكرون شنو أخذنا بالدرس السابق؟ الكائنات الحية. الكائنات الحية إيش تحتاج حتى تعيش؟ هواء وغذاء تحتاج حتى تعيش. الكائنات الحية شلون نعرف كائنات حية وأشياء غير حية؟ الكائنات الحية شبيها تأكل، تشرب، تتنفس، تتحرك، تتكاثر. من نسميها ذني؟ هسه أنا إيش دا أسوي بالصف؟ دا أمشي ودا أحكي ودا أكل، دا أتحرك، دا أتنفس. أنا شو يسموني؟ كائن حي. أنت شو يسموه؟ كائن حي. هسه هنا هاي السمكة شو يسموها؟ كائن حي. الجمل كائن حي. الاسد كائن حي. الزرافه كائن حي. زين احنا هاي سله المهمله شو يسموها؟ كائن حي. اشياء غير حيه شو يسميها؟ قول عدل. اوس اوس وطن نزار. انت مو وياي ماما. سله المهملات، العربه، السياره، الباب، الصبوره، بل شو يسميها؟ اشياء غير حي. زين راح اسالكم سؤال، احنا من بدايه الدوام لحد الان المطار احسن، من بدايه الدوام لحد الان في اليوم شفتوا هاي الصبوره صارت هناك من الشباك؟ لا. في اليوم شفتوا هاي الصبوره تتحرك؟ لا. تمشي؟ لا. تاكل؟ لا. في اليوم الصبوره قالت لي اريد اكل بالفرصه؟ لا. قالت لي اتحرك بالفرصه؟ لا. فشو نسميها؟ اشياء غير حيه. شو نسميها؟ اشياء غير حيه. هسه الفيل لازم احط طفينه واحد من الاضويه حتى تبين الصبوره. هسه الفيل كائن حي ولا شغل حيه؟ كائن حي. الكرسي هنا اشياء غير حيه. اشياء غير حيه. الانسان كائن حي. الحمار الوحشي كائن حي. الطاوله كائن حي. اشياء غير حيه. الرحله اشياء غير حي. شوف هنا النبات كائن حي. الباب اشياء غير حيه. الدجاجه كائن حي. زين عندنا كائنات حيه تبقى ثابته بمكانها. عندنا كائنات حيه تبقى ثابته بمكانها مثل منو؟ النباتات. النباتات تبقى ثابته بمكانها. زين راح اسالكم سؤال، راح اسالكم سؤال، النبات ليش يبقى ثابت بمكانه؟ النبات يبقى ثابت بمكانه لان اكو جذور ثابته بالتربه. شنو عنده؟ جذور. شنو عنده؟ جذور. اذا النبات من ثابته بالتربه؟ الجذور. من ثابته بالتربه؟ الجذور. اذا النبات كائن حي لكن ما يتحرك، لكن ما يتحرك. يشرب مي، نسقي احنا من مي او من الامطار، ياخذ الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون، هاي كلها راح تاخذوها بدون، راح تاخذوها بالدروس السابقه، تمام؟ لكن النبات كائن حي لا يتحرك. النبات شنو؟ كائن حي لا يتحرك. كائن حي ما يتحرك. النبات كائن حي ما يتحرك، تمام؟ عندنا الانسان والحيوان كائنات حيه. ايش بيه الانسان والحيوان؟ كائنات حيه. تنتقل من مكان الى اخر، تنتقل لان الحيوانات. هسه شوفوا هذا الاسد عنده رجل؟ الزرافه عندها رجل؟ ايه. الدجاجه عندها رجل؟ ايه. هسه انت مو عندك رجل تمشي بيها؟ ايه. اذا شو نسميك؟ كائن حي. شو نسميك؟ كائن حي. لكن النباتات تبقى ثابته بمكانها. اذا سالتك سؤال عبد الله في المسيح وفي البرده. وطن نزال انتبه. هاي كم مره بيع اسمك؟ اواب وياي ماما انتبه. عندكم على الصبوره. النبات كائن حي قلنا يبقى ثابت، والإنسان والحيوان كائن حي يتحرك. إذا سألتك سؤال، من هو الكائن الحي يبقى ثابت بمكانه؟ النبات. من يبقى ثابت بمكانه؟ النبات. أمر أقول عدل. من الكائن الحي يبقى ثابت بمكانه؟ النبات. من الكائن الحي اللي يتحرك؟ الإنسان والحيوان. من يتحرك يا زين عمر؟ إنسان. أحسن. صبقوني يا زين عمر. إذا الإنسان والحيوان كائن حي يتحرك من مكان إلى آخر. أكو بعد شغلة حلوة لازم نتعلمها، هاي كلها معلومات تتعلموها حلوة إلكم، تمام؟ من يصير مسابقات مال العلوم،
خلينا نشوف احنا نفوز على الصف الاول، الاول لو احد يفوز عليه عندكم دائما هيك ابطال وعضلات عندكم، ليش تصير عندكم عضلات؟ مو بأتعارك ويا صديقي او لا، بالحليب بعض شنو بالمعلومات، من يصير عندك معلومات وتدرس زين راح يصير عندك عضلات، راح يصير عندك ثقافه، راح يصير عندك معلومات، تمام؟ بمعلوماتك هاي اللي عندك راح تقدر ويا كل من تنافسه راح تصير متميز، راح يقولون الله ايش قد حلوين اول با، الله ايش قد حلوين اول. ليش؟ مو لان عندكم عضلات واقوياء، لا، عضلاتك شنو؟ هي عضلاتك شنو؟ بالمعلومات اللي عندك بالدراسه اللي تدرسها، تمام؟ تبع وياي ادم، تبع وياي رسول. كائنات حيه تحتاج لنا الى ماء وهواء وغذاء. النبات شو يحتاج؟ ماء، هواء، وضوء الشمس. ماء، هواء، ضوء الشمس. النبات شو يحتاج؟ ماء، هواء، ضوء الشمس. يلا كلنا نسوي. النبات شو يحتاج؟ ماء، هواء، وضوء الشمس. نعيد. ماء، هواء، وضوء الشمس. نحتاج؟ ماء، هواء، وضوء الشمس. زين. اكو نباتات تحتاج كثير من الماء، من هي؟ نبات الرز. اذا سالتك سؤال من هو النبات الذي يحتاج الكثير من الماء؟ نبات الرز. من هو نبات الرز؟ من هو النبات الذي يحتاج قليل من الماء؟ نبات الصبار. من هو نبات الصبار؟ راح ارجع اسال السؤال، من هو النبات الذي يحتاج كثير من الماء؟ نبات الرز. أمين، من يحتاج كثير من الماء؟ نبات الرز. أحسن، صدقوا لي. من يحتاج قليل من الماء؟ نبات الصبار. صدقوا لي محمد عبد العزيز، من يحتاج قليل من الماء؟ نبات الصبار يحتاج إلى قليل من الماء، نبات الرز يحتاج إلى كثير من الماء، تمام؟ تمام. انتبهوا وياي. هسا عندنا الحيوانات تختلف في تغذيتها، مثلا عندنا الاسد والنمر. الاسد والنمر من حيوانات تاكل اللحوم. اسد، نمر، صقور، تاكل شنو؟ اللحوم. الفهد، اذا سالتك سؤال ما هي الحيوانات التي تاكل اللحوم؟ انتبه على لساني شنو اقول. ما هي الحيوانات التي تاكل اللحوم؟ اسد، نمر، فهد، صقور. أسد، نمر، فهد، أو الصقر نقول، الصقر والصقر. أسد، نمر، فهد، صقر. هذا شنو ياكلن؟ ناكل اللحوم. إيش تاكل؟ تاكل لحوم. لكن ما هي الحيوانات التي تأكل الأعشاب؟ ما هي الحيوانات التي تأكل الأعشاب؟ الخروف، وش الخروف نقول؟ الأبقار. الأبقار، الماعز. أحسن، أحسن، أحسن الأبقار. الأرنب. الأرنب يأكل الجزر، يحب الجزر. شايفين؟ القرد شي يحب ياكل؟ موز. موز. شنو قرد انجليزي؟ مونكي. مونكي قرد انجليزي، مونكي. تمام؟ فهسه عندنا حيوانات تاكل، عندنا ما انواع الحيوانات. ما انواع الحيوانات؟ عندنا حيوانات تتغذى على النباتات، على قد عدل. عندنا حيوانات تتغذى على النباتات وحيوانات تتغذى على اللحوم. حيوانات تتغذى على النباتات من هي؟ الخروف والأغنام والبقر والماعز. الأغنام والخروف، هي الأغنام، هي الأغنام والماعز والأبقار. أغنام، ماعز، والأبقار. لكن حيوانات تأكل اللحوم من هي؟ الأسد، النمر، الفهد، الصقر. الصقر هذا مش ياكله، ياكل اللحوم. نعيد، من هي الحيوانات تأكل نباتات؟ أبقار، أغنام، ماعز. أبقار، أغنام، ماعز. أبقار والأغنام والماعز تأكل شنو؟ تأكل النباتات. تأكل النباتات. صفقوا نفسكم يا حلوين. تابعوا وياي.